جود مورنينج، صباح الخير. دلوقتي معانا ضيف الأستاذ ستيفان روستي. الأستاذ ستيفان قبل ما حيقدم لنا الحلقة حنحب نسأله عن شيء من المغامرات اللي مرت في حياته. كل واحد مننا في حياته في قصة بتحصل، مقلب، مطب، أي حاجة. فالأستاذ ستيفان قبل ما تقدم الحلقة قول لنا دلوقتي عن فصل من الفصول اللي انت ما تنساهاش أبدا. أوكي. بل الواقع حصلت في باريس، الكلام ده كده من كم سنة كويسين. كان بالنهار وقابلت واحد صديقي من أيام التلمذة، كانت عين جديد في الدنمارك أنصل، وجي باريس مخصوص علشان يقابل والده. والده كان سيد محترم غني جدا، بي وعمدة في الوجه القبلي بس الجواني قوي. معلش. طيب، فاتفقنا اننا نتقابل في بالليل وقت العشاء في مطعم فوكيتس. وقعدنا والمزات الرفيعة قوي المزوقة كده اللي زي التساوير طبعا هي اللي كانت بتتقدم. كل ده ما كانش بيخش مزاج العمدة، كان ينقي حتة زيتونة حتة جبنة. يا عمدة ما تتفضل من ده. لا لا انا جربش يا عم على حاجة عارفهاش. طيب، وفجأة قرب مننا مدير الاوركستر، اوركستر مش جاز، اوركستر سيمفونيك ناعم قوي، وجي وسألنا عن القطعة اللي جاية نحب تكون ايه. فصديقي قال له حاجة كده من شوبان مش فاكرها ومشي. اما البي ابوه سأله عايجو ليه ده، فقلت له ده بيسأل ابنك عن القطعة اللي جاية تكون ايه، وابنك قال له قطعة من شوبان. قام فز مرة واحدة وقال له خد ما اقول لك تعال. الراجل وقف مدير الاوركسترا قال له استاذ جوش تسمعش كلام، القطعة اللي جاية هاتها من الفخدة. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.